السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم عبد الله سمارت من قلب العاصمه موسكو. احنا متجمدين يا جدعان على زي ما انتم شايفين، شويه مطر كده، حاجات بسيطه، شويه يسكن والهواء جديد. تحب تقول يا كابتن بدر الجو ده والامطار الغزيره والاجواء الشتويه الرهيبه؟ انا طبعا ما يفوتنيش حاجه زي كده، فراخ شيش طاووق، رز بسمتي، وجرب قبل ما تاكل جملي وأملي. طبعا كل اللي انتوا شايفينهم دول خلاص مش قادرين يعملوا اي حاجه تاني، وكلهم رجلوا. النهارده هيواجهوا هوا وش ان شاء الله. وانتوا يعني شايفين الهوا النهارده، بيقولوا ان هوا وش ربنا. فاجئت الفيديو يا جماعه كابتن دانيال. احنا حضرتك بناخد بيانات عشان نسجل. بص فين هنا في الكاميرا؟ الكاميرا هنا. ابويا اقول ايه؟ نعمل كده حاجه سليمه. شرب ولا اخبار؟